حتى في الثانوية العامة اللي هي أصبحت يعني شيء مرعب للأسر كلها. لا مش هي وش هو ده المقياس النجاح، في حاجة تانية هي اللي هتنجح ولادكم غير العلامات اللي هياخدوها في الثانوية العامة أو غيرها. ولكن طبعا لا، أنا بقول للناس تذاكر طبعا، لكن في نفس الوقت في حياة تانية غير المذاكرة.